الله والحمد لله والشكر. الحمد لله مينا متوفر وزرعة متوفرة وخير من الله. الري الحديث غير الري الحديث، حيل يعني في هذه المنطقة، في هذه المنطقة وسقي يعني حيل مستفادين من عدها. مشروع الري الحديث خادم الزراعة من الشاط إلى جبل 36. المرشات العام الإنتاج مالها حيل، يعني قبل ما نزرع احنا شو نزرع عنه ما يجينا، بس ذبت ما شاء الله طنون من ناحية الحنطة، ذبت طنون عندنا خير من الله. والله أحسن تجربة هي مال الري بالرش وتنقيط. هسه حاليا احنا كان قبل سيح يصرف مي هواي ذب وما يسوي، هسه لا الحمد لله الخمس دوانم ساعتين ثلاث ساعات تجي. كان المنظمة ASV الألمانية اللي دعمت المشروع وقدمت يعني قامت بتأهيل المشروع بعد أن كانت يعني يوجد فيه تخسفات ودعمت المشروع بالكامل المنظمة. هناك تنسيق كبير لمديريتنا مع المنظمات الدولية والمنظمات المحلية في دعم المزارعين والفلاحين وتوعيتهم لاستخدام طرق الري الحديثة.